حكومه سعد الدين العثماني باش نتكلم معكم بصراحه منخوره من الداخل بدايه، يعني باش ما نبقاوش في اللغه الخشب نكونوا كنهضروا بوضوح، يا كلشي اللي كتبغيو نتوما طيب، ولكن الوضوح هو هذا. هي حكومه كتشوف شنو واقع اليوم كتبان لكم بانه اولا منخوره من الداخل، يعني الحكومه دابا ليلى بن كيران كان فيها شويه ديال هادشي كان، ولكن كانت واحد القوه معينه واحد صمود امام ذلك اللي كان كيحد من هذه الامور. اليوم اعتقد انه هناك طبعا هناك عمل، هناك اجتهاد كتقوم به هذه الحكومه وكيقوم به السي سعد الدين العثماني كرئيس حكومه، لكن ما باينش في الساحه، وكيطغى عليه اليوم هذا الجدل العقيم، كيطغى عليه اليوم هذه الحلقه اللي وقع اللي كتجعل بانه عمليا كما كيقولوا الفرنسيين كيقول الفرنسيون سيت ان غوفرنمون كي سو دون اون سبيكتاكل، يعني ما هو موجود. الا مشيتي تسول المغاربه اليوم غيقول لك قال فلان من الحكومه بلا ما نذكر الاسماء جاوبوا فلان، عاود قال رئيس الحكومه هنا جاوبوا الوزير الفلاني هنا او جاوبوا الامين العام الفلاني هنا، وهما في حكومه واحده. فبالتالي اعتقد انه سيصعب كثيرا اننا نرسخوا في الاذهان ديال المواطنين المغاربه شي عمل يذكر بما لا يعني بانه ما كاينش، كاين امور تتم، لكن يتم التشكيك في كل شيء، وجميع المعلقين في الاوساط الاعلاميه وكذا كيعلقوا على الخلافات. الصباح كينوضوا كيكتبوا على الخلافات، الصباح كيديروا الفيديو على الخلافات، كيديروا على شنو وقع في وسط الحكومه. وبالتالي هذه المساله هي سلبيه، واعتقد انها كتزيد ترسخ هذا الجو ديال الحيره.